بنشوف إيلين وبيكون جيمس قدامها بهيئته الشيطانية، وهي بتلاحظ ريحة بخور الشياطين وبتقول لسه بإمكانه الرجوع لهيئته البشرية، وبعدها بتنبهه يهرب. بعدها بتلاقي إن في حد جاي وراهم وبيظهر إنه الشخص ده هولد، وبيقول لها إزاي سبت الشيطان ده يهرب وملحقش يعرف هو مين، وبيقول لها أنا كنت عارف إنك فتاة لكن أنت لازم تقولي لي أنت مين. وبتقول له إيلين بثقة في نفسها غريبة إن معلوماتك عني ناقصة مع إني عارفة كل حاجة عنك أنت وكايل، أنتم صيادين شياطين بتشتغلوا في السر تبع كنيسة ميريتشيا وبتستخدموا بخور الشياطين علشان يديكم قوة جسدية، ووجودكم في الأكاديمية كان علشان تصطادوا الشيطان الموجود هناك، وأكيد بتستعملوا بخور الشياطين هنا كمان. وولد بيرجع يسألها أنت مين، وإيلين بتقول له إيه رأيك نعمل اتفاق ومحدش مننا يكشف هوية التاني للآخرين. بيقول لها موافق، أنا مش هستفاد حاجة لما أعرفهم إنك فتاة. وبعدها بياخدوا بالهم من المعلم اللي وقع على الأرض قدامهم، وهي بتقول له ممكن إنك تحقق معاه، فبيقول لها أنا سايبه كطعم علشان يجيب لي الصيد الأكبر. وبعد ما تقريبا خلصوا كلامهم بيسألها ولد ما ينفعش تعرفيني اسمك الحقيقي، وهي بتقول له لا يمكن، وهو بيقول لها على فكرة احنا قريبين من بعض طالما بنخفي أسرار بعض. ودلوقتي بنروح للكلام عن قضية مصاص الدماء، وبنلاقي ريتشل بتقول أنا كنت عايزة أساعد صديقتي لأن خطيبها كان بيضربها، وبيسألها أيزاك صديقتك هي الضحية وبيشخط فيها، وإيلين بتوقفه وبتسألها احكي القصة من البداية، وبتقول ريتشل خطيب صديقتي أدمن تدخين نوع غريب، وإيلين بتقول أكيد هو بخور الشياطين. ترجع تكمل واستشرت المعلم لأن ما عرفتش أتصرف إزاي وعرض يساعدنا أنا وصديقتي نلغي ارتباطنا، وعلشان كده اتقابلت صديقتي مع المعلم، وطبعا ما كنتش متوقع انه ده ممكن يحصل منه. وبيرجع عايزك يسالها، وبعد كده طلب المعلم انه يقابلك، وبتقول له ريتشل فعلا وكنت خايفه لانه طلب مني مبلغ كبير وانا كنت عايزه اعرف حقيقه اللي حصل. فبيقول لها ايزاك واضح ان المعلم ده كنت انت هدفه من الاول. إيلين بتاكد كلامه وبتستحلف للمعلم انه لازم ياخد عقابه، وبيعرفهم وولد ان المعلم ده مدمن قمار وعليه ديون كتير، وبيقول لهم انه كمان مدمن لنوع غريب من الدخان. وايزاك بيقول لهم الحل عندي من غير اي شوشره، وإيلين بتقول صحابي بيفهموني. وبعد شويه بيدخل ايزاك وبيقول لهم انا خلاص خلصت الموضوع، وإيلين بتقول له عملتها ازاي، فبيقول لها هو اللي جالي في ملعبي وانا محترف لعب، وبيقول له ولد انا سمعت عنده خبره في اللعب، فبيقول لهم وانا محترف غش، وبيدي إيلين ورقه باقرار بالدين عليه، وبيقول لها احنا نقدر نهدده بالورقه دي وينفذ كل طلباتنا، وبيعرفوا انه استعمل بخور الشياطين بالصدفه في دخان استعمله. وبيقول ايزاك وفي الوقت ده هنقدر نثبت براءه ريتشل وكمان تفسخ ارتباطها بخطيبها. وإيلين بتقول الأهم إننا نسألها في اللي يخصها، وبتكون ريتشل لسه داخلة وهو مش شايفها، وبعدها بيروح عايزك يكمل مهمته. وبتسألها إيلين أنت مش واثقة إنه يقدر يساعدك، لكن خليكي فاكرة إنه لو كان الشخص اللي أذاكي رجل فاللي أنقذك هو كمان رجل. وفي اللحظة دي بنلاقي ريتشل بتتكلم بقوة وبتقول لهم أنا قررت أعلن فسخ خطبتي بنفسي من غير أي تردد، وعندي طلب أنا عايزة أنضم لقوة الأمن. وإيلين بتكون فرحانة بشخصيتها الجديدة وبتوافق على طول، وفي اللحظة دي بتاخد بالها من ولد واللي بيقول لها وأنا كمان هنضم، وشكله كده لازق لإيلين، وبيرجع تاني يقول لها احنا قريبين من بعض وبنخبي اسرار بعض، وهي بتقول في نفسها هو الواد ده علق ولا ايه. وبعدها بتطلب منه يجيب موافقه علشان ياخدوا فصل كمكتب ليهم، وريتشل بتقول بحماس وانا كمان هكمل الباقي واجهز الفصل وانضفه. وبعدها بتقول إيلين انا هطلب من رئيس الطلبه جيمس ان يفضل امر المعلم ده سر علشان ما ياثرش بين الطلبه، وولد بيقول لها لكن ده سكوت على شخص مجرم، وإيلين بتقول له ان الفعل الحقيقي لسه ما جاش الدور عليه. وبترجع تبص فبتشوف سلينا، اما دلوقتي فبنشوف إيلين وهي بتجري، والظاهر انها حصلت بالعافيه على الطبق اللي في ايديها من وجبه الغداء، وبين كده انه كانت في خناقه جوه. وبعدها بنشوف ثلاث شباب بيقروا رساله بعتتها بنت الاوغست بتعترف له فيها بحبها، وهم لازلين رخامه وتريقه، وإيلين بتفتكر الرساله دي والبنت اللي كانت بتديها لسلينا. وبتتقدم إيلين وبتقول لهم انا من قوات الامن بعدوا عن لوحه الاعلانات، لكن هم مش موقفين وبيكملوا تريقتهم عليها. وبيقطع الموقف كايل واللي بيوبخهم وبيقول لهم متجمعين على طالب واحد، وبعدها إيلين بتقول له شكرا انت لطيف جدا، وبيقطع الرساله اللي في ايديه وبيقول لها اكيد ده مش تصرف شخص لطيف، وإيلين بتقول له انت صرفت صح انت لطيف فعلا، وبيحاول انه يسيبها ويمشي. فبتلمح إيلين اكل القطط باين من جيبه، وبلقمه بتعرفه انها شافته وبتضيع هبته اللي هو عاملها لنفسه. وفي الوقت ده بيجي لهم وولد وبيعرفهم انه عنده خبر مهم وانه في تهديد من اشتر بمهاجمه الاكاديميه يوم المهرجان، وبعدها بيقولوا ان مدير الاكاديميه هيزورها في اليوم ده. وطبعا إيلين بتصدم من الخبر وبتقول معقوله كلود نفسه يجي الاكاديميه، وبنعرف من إيلين انه المهرجان هو اكبر حدث في الاكاديميه، وخلال المهرجان بيكون في اليوم الاول مسابقه، وفي المسابقه دي هتخفي الكنيسه بخور الشياطين وسط الجوائز بقصد تحول جيمس لشيطان، ومهمتي هي منع تحوله ده ومنع الدمار وتغيير النهايه السيئه. اما في اليوم الثاني للمهرجان هيكون الحفل الراقص، وفيه هيتم اختيار اميره الزنبق الابيض او ببساطه مسابقه جمال. ودلوقتي بنشوف بدايه الاستعداد للحفل الراقص، وكل واحد من الموجودين بيختار شريك في الحفله، وبنلاقي بنت بيزعق فيها شاب لانها رافضه طلب، وبتيجي سلينا وبتحاول
بتحاول تقربهم من بعض وبتتصرف بطريقه غريبه جدا. اول ما البنت بتقول لها انا مستنيه شخص تاني وهطلب منه نتشارك الرقص، وبتقول لها سلينا ان اوغست مش هيحضر الحفله، وبعدها كل الموجودين بيتهمسوا عن البنت اللي واقفه وما بيصدق الرخم اللي جنبها وبيمد ايده عليها. بتحصل مفاجاه قدام كل الطلبه وبيلاقوا بطه عملاقه بترد له الضربه وبتحذفه لاخر الحفله وبتخليه ياكل النجيله حرفيا. وسلينا بتكون متلخبطه على الاخر من اللي شايفاه قدامها، وإيلين بتقول انا مجرد بطه، لكن هي بتعرفها من صوتها وبتحاول تأنبها عن اللي عملته، وبترد إيلين انا علمت واحد غلط الادب واكيد احسن بكتير من نشرك لرساله صديقتك على لوحه الاعلانات. وبترد سلينا بتوتر لكن بتحاول تبعد الحكايه عنها. وبتسمع إيلين فجاه كل الموجودين بيرحبوا بملك الشياطين، وهي بتروح تستخبى بسرعه وبتقول معقوله كلود موجود هنا؟ ودلوقتي بنشوف كلود بيظهر قدام كل الموجودين وبيقول فعلا الاكاديميه كبيره، وكيس بيقول له الكل مبهور بوجودك، وبيل بيكون موجود جنبه وبيفكروا بميعاد اجتماع، لكن كلود بيقول له الاهم عندي ان اتعرف على الاكاديميه لان مهتم بمنع هجوم اشطر، فبيقول له بيل مفيش شيطان يقدر يغلب ملكنا، وبيفهمه كلود انه حتى وانت متاكد من نفسك لازم تعمل احسن حاجه عندك. ودلوقتي بنشوف بطه بتعيط وإيلين متاثره من كلامهم على الاخر، وبيلمحها كلود وبيلاحظ ان نفس الطالب اللي جاله قبل كده بنفس الزي وبيسال عنه، لكن فجاه بتيجي سلينا وبتعرض على جيمس انه يستريح وهي هتاخد مكانه، انه غرضها هو كلود، وإيلين هتتجنن من جرأتها والغيره جايبه اخرها معاها. وبعدها بنلاقي ان كلود بيقبل دعوه سلينا له ان هي تفرجوا على الاكاديميه، وهي بتكون بتحاول التقرب منه وهو بيلفت نظرها انها تعامله بجد اكتر، وبعدها بيقول لان خطيبتي بتغير جدا وبيظهر اخر وسامه، وإيلين فعلا جايبه اخرها في الغيره عليه وبتقول بعد كده هخليه يمشي مخبي وش. اما دلوقتي فبيكون في اجتماع لمجلس الطلبه، ورئيس المجلس بيقول لهم ان مدير الاكاديميه او كلود هيبعت جنود تحمي الاكاديميه رد التهديد اتشارد، وان هو لازم يختار شخص يكون وسيط بينهم وبينه. وبسرعه سلينا بتطلب تكون الشخص ده، وقايل بيقول لها الامر خطير بالنسبه للفتاه، فبتقول له ان كلود هيحميني، واوغست بيستغرب وبيقول لها انت نسيتي ان هو ملك الشياطين وعدو قديسه السيف المقدس اللي انت بتحبيها، فبتقول له هو دلوقتي زي اي انسان عادي واكيد ان قديسه السيف المقدس هتحاول تنقذه وانا كمان هكون معاه. وقايل بيقول لها ما ينفعش يكون الوسيط ده فتاه علشان زعل خطيبته. اما إيلين فما بتصدق وبتقول له فعلا عندك حق، لكن بعدها كل واحد من الموجودين بيقول كلمته ورايه في خطيبته دي وبيتفقوا على ان هي مصدر للمشاكل، وبعدها بيفتكروا ان لها صوره موجوده عندهم، وبعد ما بيشوفوا الصوره بيقولوا معقوله يعمل في نفسه كده؟ اما إيلين فبنلاقيها بتقول في نفسها اللي نشر الصوره دي هيكون عقابه عندي، وسلينا مش ساكته ابدا وبتقول اكيد الارتباط ده اتفرض عليه وعلشان كده انا هعزمه على المهرجان واكون اميره الزنبق الابيض وهو شريكي في الرقص. والموجودين بيخرجوا واحد ورا الثاني هربانين منها، وبتلاقيهم ماشيين وراها وكانهم مترتبين. وبيقول جيمس ان ملك الشياطين هو اللي اختار سلينا تكون الوسيط بينه وبينهم، وإيلين بتستغرب وبتقول معقول يكون بيفكر يخني؟ وبيلاحظوا انها اول مره يتمشوا مع بعض، فبيسيبهم وبيمشي جنب إيلين واللي بتزقه لعندهم وبتقول له هتكونوا احسن مجلس طلبه لو قربتم من بعض، لكن إيلين بتقول في نفسها طبيعي انهم ما يتفهموش بسهوله لانه مقدر لهم يتحاربوا مع بعض وفي نهايه القصه هيقتلوا بعض. اما دلوقتي فهم بيشموا ريحه بخور الشياطين وبيأثر على جيمس وبيتعب، وبيروح اوغست معاه عشان يوصله، وبعدها وولد بيصرح قايل انه صرف بحريه لانهم هم التلاتة الموجودين عارفين كل حاجة عن بعض، وبيروح علشان يدوروا على بخور الشياطين. وإيلين لما بتلقاه بيكون فاضي من اي دخان وبتقول لهم ان الكنيسة ممكن تكون هي اللي رمته زي ما هتعمل مع بخور الشياطين في الحفلة وتخبيه مع الجوائز، وقايل بيرفض الكلام ده بشدة. اما ولد فبيقول له الشخص اللي مهتم بمشاكل عيلته ممكن يعمل اي حاجة علشان يحقق هدفه، وقايل بينبهه انت كده قلت كل حاجة. اما إيلين فبتقول لهم انا كنت عارفة بالكلام ده كله، لكن فجأة بيتفاجئوا برجوع جيمس، وبعدها بنشوفهم مجتمعين عشان يكملوا كلامهم. وولد وكايل بيلاقوا فكره وبيقولوا لجيمس احنا تابعين لمنظمه سريه، وإيلين بتقول لهم لكن انتوا لسه طلبه وعلشان كده هكون انا رئيستكم ومسيطره على الموقف. وايزاك بيبص لها وبيقول إيلين لقيت اتباع جداد، وجيمس بيعرفهم ان بخور الشياطين كان كمان هو السبب في ارتفاع العنف من الطلبه تجاه الطالبات، وبيسالهم جيمس لكن هو ده كل اللي بيعمله البخور؟ وبيخرج جيمس وهو بيقول في حاجه انتم مخبيينها انا مش بثق في حد، وبتخرج إيلين وراه علشان تفهم ايه اللي خلاه يقول كده، وبتلقاه واقف وبعدها بيسالها انت مين، وبتتصدم إيلين لما بتشوفه بيتحول وبيقول لها انت عرفتيني على حقيقتي، وإيلين بتكون في اكتر موقف تجنبته ومش عارفه هتعمل ايه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اعجاب وقولوا لي رايكم في التعليقات. باي باي.